المركز ينقسم لثلاث أجزاء: الأطفال الصم اللي يستخدم معاهم لغة بريل، أطفال الصمم العقيم العميق اللي نتعامل معاهم بلغة الإشارة بشكل عام، أطفال ضعاف السمع واللي يخضعون لجلسات نطق وجلسات مكثفة لتحسين نطق الأطفال. الصعوبات اللي أكثر واجهناها مع الأطفال إنه الأطفال الصم كانوا منقطعين عنا العلم، فكان عندنا صعوبة مع ضبطهم، وأطفال الصم من النوع الأطفال العنيدين، فمو بكل الطرق يجون الأطفال، فكان عندنا شوية مشاكل معهم. أما طلاب الضعاف السمع مشاكلهم الأساسية هي عدم توفر سماعات. أما أطفال المكفوفين لوحات بريل، لأن اللوحات مكلفة ومي متوفرة دائما. حقيقة هذا العمل ما كان عبثي، هذا العمل كلف جهد كبير رغم كل الصعوبات. هذا الشيء نتج من ولا شيء. الرسائل الأساسية من هذه الفعالية أنه نحن حابين نوصل فكرة للعالم أجمع أنه أطفالنا وإن نقصت لديهم إحدى الوظائف أو إحدى الحواس، هم كاملين بإرادتهم، كاملين بوعيهم، قادرين على المساهمة في بناء مجتمعاتهم.